سلام البنات، سلام البنات، معكم هاجر من قناة لافي بلا فيك هاجر. هاد النهار ان شاء الله قلت لكم فلوق من حدا البحر. هاك 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 مامي هاك لا هداية، هاد المشاغب ما غتخلينيش تسوع. شوف تقلي النبكبه بالتهم، كما قلت لكم الجو فريمون فريمون غزال غزال غزال، واحد الشميشه صراحه مشى داك البرد الخايب وداك الجو المكهرب مشى. واحد الجو زوين اللي كتقدر تلونفي انك تخرج هكا تجي سوا تجي للبحر ولا تمشي ولا هكا تمشي دير بيكنيك في شي غابه ولا في شي قنت هكا عشان تخدر عويناتك. انا هاد الصباح نط حليت عيني قلت شنو غادي ندير، غادي نمشي للبحر. شوف عادي هادي والله ما خليني نهضر معاكم ابنتي صافي حيتي سي با غاف ار بدايا انا غتمشي مغادي وي بينغو 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 اجي 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 دودو اجي ديها خويا سير انت ويا ويا هي بقات مصدومة بقات مصدومة غيتبعك انا براشي ماما كنخاف عاد بنتي ويلي ويلي شنو وقع اجي 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 تعاود تمشي لهين تفهم معاك ما تبقاش ما تبقاش فيها خا خا قاسها بينغو اتون سبار قلتي هكا قلتي هكا نمشي نحيد لك سميتو مش عارف عرفتي هادشي اللي كنديرو واش كيدار ولا لا شنو مامي لا خلي شابو ديالك يلا يلا نمشيو نغسلو هادي في شميشه فازي نغسلوها في شميشه نغسلوها في البحر تلفتيني قال لك اش خاصك سل البحر سل البحر مع هاد المشاغبه اجي اجي قال لك غنصور في البحر غنصور هاد النهار هاد النهار فريمون غير الطرائف. عاوتاني انا جيت نجلس في هاد البلاصه مره واحد الناس عشان عندهم كانيش او ماي جاد لا جبوني حتى الكلاب حتى القطط او كيعجبوني هما بعاد غير ما يقربوليش فهم ما يخصهمش يقربولي. قلت لكم يلا تفكينا بدا اصلا الكلب الاولاني كانت هدايا كتلعب بالبالون ديالها ايوا جا السر غزال يجي شي جرب واحد الطريقه انا خلعني انا حدي شريت بنتي اوغزمون كانت واحد السيده هي وبنتها وملي جات بعد الكور انا كنقول غير اجي اجي رجعي لعندي راه في الفيديو راه بقات الكاميرا دايزه انا جرب بنتي وكنضور فائده به السر غزال ملي شاف هي كتجري ما دهوت معاها مولا غوت عليها حط الكره واش قالك لعندنا فيكم هاد القاعده الخايبه ديال انكم خصكم تدوزوا ضروري غولي في انا جات معكم دابا راني دخلت قبيل عاد من البحر لسنا خدينا غير لي ساندويتش تغدينا دخلت دوش انا وهدايا ودابا جيت باش نصاوب معكم واحد الكيك اللي كنديرو صراحه كيجي زوين خفيف ولذيذ وهكذا حتى لوليدات هكا في الصباح هكا الفطور وكنديرو لها حتى في الكوتي
الوغ البنات، هنا هاد الكيك ديالنا ان شاء الله غادي يكونوا الكيك ديالنا غادي تكون فيه ثلاثه د البيضات، ثلاثه البيضات وساشي ديال الفاني وساشي ديال الكاكاو وجوج خمارات. فيه هنايا تقريبا 5 معالق ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب، كاس ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت، وهنا عندي معلقه كبيره ديال هذا ديال الزبده، وهنايا عندي 4 معالق ديال لاكريم فريش. هادشي اللي بقيت كامل مكيبانش في وسط هادشي هذا. وهنا عندي شوكولا، شوكولا نوار من نوع جيد، وهنا عندي لي بيبيت دو شوكولا حتى هو من نوع جيد، وعندي لي زاموند دي فيلي باش نزوق بهم. دونك لي بيبيت دو شوكولا و لي زاموند غادي نزوق بهم، وهذا ندوبوه مع زبيده باش غادي نديروه. المهم زيتاب انا غنشاركو معكم وحاولوا انكم تتبعوها بالحرف. وهنا عندي هذا الفورس ديالي، طحن فورس، عندي 8 ديال المعالق كبار، مي انا غنحاول ندخل غير 6 المعالق ونشوف الا كان غادي تهز لي 8 ديال المعالق ولا اكثر. دونك هنا عندي 8 ديال المعالق، الى وداك الساعات غادي نشوفوا شحال غادي تهز. سيتو هادشي اللي عندنا، دونك خليكم معايا في التحضير. الوغ البنات نتو على بركة الله. اول حاجه غادي نحاولوا نديروا البيض ديالنا، نزيد معاهم السكر ثاني، نزيد معاهم السكر ثاني على حسب الحلاوه. اللي ما عندوش مشكل في الحلاوه يدير كاس ديال العنبه كامل ديال السكر، اللي بغى ينقص يدير جويه 3 4 5 د المعالق الكغون ماكس، ما يفوتهاش باش ما تجيش حلوه بزاف. قبل ما غادي نطرب السكر فاني مع السيده ديالي مع زيت البيضات، غادي نحاول نقبض هذيك معلقه ديال الزبده اللي عندي هنا، غادي نزيد معها هاد الشوكولا هذا، غادي نخشي في الميكرو تحت الدوبيه باش نخلطو مع القلاة ديالي. باش غيبان لكم شوفوا البيض ديالي كيفاش طلع، هادو ثلاثه البيضات مع ساشي ديال السكر فاني ومع السنيده، كنضربهم مزيان حتى كنحصل على هاد لا تيكستور هادي. شي كيد كيفاش كيبان حتى كيبياض، مكيبقاش يبان داك البيض الصفر حتى كيبياض وكيبلو كامل هكا فيه دوك البواقات. سمحولي البنات عند نزل الكاميرا الدقه باقا كتصور، دونك ما وصلت حدا المقطع فاش انا اللي غادي نزيد كاس الحليب، زدت كاس ديال الحليب وزدت كاس ديال الزيت وزدت لاكريم فريش ديالي اللي كانت عندي والشوكولا اللي كنت ذوبته مع هذا مع الزبده. شيري كيما شفتوا هنا غادي نزيد الطحين ديالي اللي غيكون بيان سور مغرب من قبل، وغادي نزيد عليه لا بودر ديال الكاكاو وجوج خمارات ديالي. انا غنحاول ندمج هاد النواشف كاملين وغادي نزيدهم على الخليط ديالي وغادي نطرب كلشي، وفي التالي غادي نشوف واش صافي الخليط لا تيكستور ديالو هي هذيك ولا غادي نزيد عاود الطحين. دونك خليكم معايا. الوغ لابار اللي كنت تسميه سيلي جوج معالق اخرين ديال
ديال طحين فورس، وهذه راه تيكستور خاصها تكون عندي ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله باش كتجيني مفشفشه. هو الليمون ديالي دهنته بالزبده والطحين والكاكاو مخلطين. نجيب لكم هنا الكاكاو. دابا غادي نخوي هذا الخليط ديالي في الليمون، وانا كنخوي انا غنبقى نهز الزيت ديال الفوق، نحاول نزيد الفوق باش نخرج داك الهواء اللي عندي في لو كيك، الهواء اللي عندي في لو الخليط ديالي. نطلع غادي تبان لكم حتى التكستور ديالها كيفاش دايره، راها ما خفيفه ما ثقيله. ناخذ هاد هادي بيتو شوكولا، غادي هبطو لي لتحت هنا نقطع لو كيك، غادي يبان لكم كيفاش داير من الداخل. ولا عندكم السكر بغين كتديروه من الفوق هكا كديروه باش فريمون كيجيو هادو محمرين ومكاراميليزين، وكتجي غزاله كتجي فريمون زوينه بحال الكراميل فيها من الفوق. الوغ انا غادي نخلي نخشي لو كيك ديالي، وان شاء الله فاش غادي يطيب غادي نوريها لكم، خليكم معايا. بعدا لو كيك راني غادي نديرها دابا على هاد درجة حرارة في 180 درجة في مدة واحد 25 حتى 30 دقيقة هكا كاينة. كوم يا شيري ها هو الكيك ديالي خرجتو، نخليه غير حتى يبرد شي شوية وغادي نشدو وغادي نقطعو. فوالا بدات لو ريزولتا كيفاش كتجي، بتعرفوني ما متسنيتش مع تقطع مع العضة، كنت فيها لي بيبي دو شوكولا و لي زامون دي فيني من الفور، فريمون كتجي من الداخل فيها كي اصلا راه فيها شوكولا، انت فريمون كتجي معلكة بالشكلات هانتوما. شتت عليك فريمون كتجي غزالة غزالة. كوكو مي برانسيس، انا رجعت معاكم. كيما قلت لكم مشيت طلقت يدي شي شويه، مشيت سكت و بغيت نجرب اني نسوق بالليل، سورتو اني شديت التحق، وصراحه عجبني الحال، تموتيفيت بزاف. سيتو ابخي مشيت لشي صخيره، ودابا غادي نجي باسكو فريمون دابا راه 10 ونص د الليل، خاصني نصاوب الغدا هكا شي دي ساندويتش خفاف باش ندوم معنا ان شاء الله، و نخليكم معايا شوفوا شنو غادي ندير. المهم غادي يكون واحد ساندويتش اللي خفيف ظريف ساهل وبنين، بيان سور حنا اون شيرش السهوله والبنونيه والخفه داكشي دغيا يتصاوب. المهم ما كنتش الهضره، نخليكم تشوفوا معايا. لا غلي في كيما كتشوفوا معايا هنا عندي صدر ديال الدجاج، تقريبا عندي هنا واحد نص كيلو، زدت معاه واحد جوج دروس ديال الثومه محكوكين ومعلقه معمره ديال سكينجبير و لا موتارد ا لونسيان. هادي فريمون الي فيك بنينه بنينه، ماشي بحال لا موتارد العاديه، انا كتجي فيها واحد البنه سبيسيال. درت معلقه صغيره عامره كما كتشوفوا، وغادي نزيد لي زيرب دو بروفونس اللي كما كنقول لكم هادو ما كيغطاونيش، كنحمق على كنحمق عليهم مع هكا بولي ولا حتى هما كيجيو لذادي. غناخذ واحد شي شويه في الديه وغادي نحاول نحككو باش هادوك هذاك لو ميلونج ديال الشوب اللي كاينين كيعطي واحد النسمه زوينه 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 بزاف. دو زبيته بلديه وغادي نخلط كل شيء مزيان ونخليه فوق البوطه حتى يشرب هذوك العناصر مع بعضياتهم صافي، ونغلق عليه. بعد ما كنحس داك العناصر بدا كيندمجوا
كنخليهم واحد جي مينوت هكا كاينه، وكنحل على المقيله ديالي كما غيبان لكم. سي بون الدجاج ميم لا كولور ديالو راه تبدل، يعني بدا كيشد في راسو، ودا كيدخلو الذياب. غادي نحركو واحد شي شويه وغادي نخليه مفتوح حتى تشرب لي ديك المريقه مزيان وتنشف. الوغ لي في هنايا كيما شفت معايا، انا كنستعمل هاد الخبز هذا ديال التورتيا كومبلي، فامون زوين وخفيف. كنت كناخذ نورمالمون الكبار، مي في التالي انا كنصوم ساندويتش وكنضطر اني نقسمهم. اللهم وليت كناخذ هاد الصغر هادو، كيجيو في الشده مزيانين، وما مطونش في الشكل ديالهم كيكون زوين وكيتحكم فيهم حتى الواحد. هاد الباكية هادي فيها 10 ديال الخبيزات، دير فحال شكل ديال العيش. دونك غادي نحتاج ساندويتش ديالي فرماج روج مقطع هكا، وهذاك البولي اللي كنا ديجا صوبنا اللي فريمون جا شارب مزيان وجا معيل لك، تقدر تخدمو بيه هكا سون صوص الا بغيتيو، سورتو بوغ الدراري ايفيتي لي صوص. باغ كونط انا غادي نخدم بلا صوص الجيريان باسكو كتحمق شويه ديال الحراره كتعجبني. دونك انا غادي ندير ليا لا صوص فريبيزات ديالي، وبنتي بيان سور ما غنديرلهاش، وراه اللي غنديرو غير شويه حيت ما ندوشو معاها بزاف. دونك انا الخبيزات ديالي غادي ندير فيهم هذيك لا صوص اللي هي بيان سور صوص الجيريان، وغادي نزيد عليهم البولي ديالي، وغادي ندير فوق منه فرماج روج. صافي غادي نغلق عليه. ها هو خفيف ظريف صغيور ولكن مطيور فريمون. سي فاسيل افير، ساهل ماهل، وانا كيحمقوني كيجوني خفاف اي سورتو لذادين افيك هذاك لو ميلونج ديال لا مايوني باردون لا موتارد ودوك لي زيرب دو بروفونس. يا سلام ما نقولكمش. صافي كنحطو كنخليه تبريسا، وغادي نكمل على هذا الشكل هذا حتى كنساليهم كاملين. اما كما قلت لكم العصوص انا بنتي ما كنديرهاش، وانا حيت كنحمق عليها غنقول لكم كنكثر بزاف. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غنساليهم كاملين، وغادي تبان لكم انني الشكل ديال الغلقه ديالهم ديروهم كما بغيتو. سواء تقدروا تنيهم هكا على جوج عاود كيجيو مزيانين، ولا تقدروا تلففوهم هكا يجيو دايرين كما غادي يبان لكم. فوز افي لو شوا، ديروا اللي بغيتيو، المهم هو الريزولتا هو المضمون. اما الشكل هذا كله وذوقه كله وشنو كيبغي يدير فيه. كوكو مي شيري، سي بون، هما لو ساندويتش تاعي هما واجدين خفافين ظرافين و سورتو لذادين. دونك سي اتيستي، جربوهم و ردو عليا قولي كي جاكم. هادو بالنسبة للناس اللي كيبغيو شي حاجة خفيفة ظريفة و بنينة او ميم طون. دونك كنصحكم انكم تجربوهم، ومازال تقدرو تلعبو بيهم كيما بغيتيو. زيدو فيهم كيما قلتلكم في الفلام شوية، ديرو سوسيس، كفيتة، تون، عاوتاني كيجيو لذة اخرى. مهم هذا غير واحد النوع وريته لكم، ومره مره غنبقى نبارطاج معكم فحال هاد الشكل ديال غوسيت خفز ربا، سموها غوسيت خفز ربا. اي قضيه حاجه